هلا وسهلا، مساكم الله بالخير. يا اهلا وسهلا فيكم. مفصل مختلف عن مفاصل الجسم، اعراضه تكون مقلقه عند بعض الناس، ومفصل صغير وفيه اقوى عضله في جسم الانسان، قوتها بتحملها، اللي هي عضلات مفصل الفك او مفصل الفك. هذا المفصل في حال تشنجات المحيطه فيه او عضلات المحيطه فيه ممكن تعطيك علامات صداع او الام جانبيه في منطقه الراس او منطقه الوجه. وهذا المفصل في حال يعني تشنج نتيجه ضغط لا إرادي أثناء النوم، تجي التوتر أو قلق، أو بعض الناس عنده هذه العادة أنه يضغط على أسنان أثناء التفكير أو القلق أو أثناء اتخاذ قرار. وشو الحلول؟ نستخدم كمادة دافية، نستخدم النايت جارد عشان تقليل الضغط على مفصل الفك، نستخدم العلاج اليدوي لتقليل التشنجات العضلية، وبعض التمارين وبعض الطرق المساج. راح أذكر بعضها، ثلاثة منها تساعد على تقليل هذا التشنج العضلي. أحط إصبعيني على عضلة الفك، كيف أعرف؟ أضغط على أسناني تبرز العضلة، أرخي فكي وأحرك بشكل دائري وأعد إلى 30 وترخي العضلات الموجودة في منطقة الفك. الثاني فوق الأذن، العضلات الجانبية من الرأس نفس الشيء، أحرك بشكل دائري وكرر 30 مرة. كيف أعرف؟ أضغط على أسناني تبرز هذه العضلة. المنطقة الثالثة وهي مهمة وقد تكون مساعدة، اللي هي منطقة الرقبة، أحاول أسوي مساج للأسفل، عضلات جانبية من الرقبة تساعد على تقليل هذا التشنج. ممكن تضيف عليها الإطارات الجانبية